الفريق المحلي لم يستفد من عودة لاعبي أمين الكاس وعبد الله الهوا بعد استيفائهما لعقوبة الإيقاف، وإن كان هو المبادر لتهديد مرمى الحارس عبد الرحمن الحواصلي منذ الدقيقة السابعة بعد هجمة منسقة قادها عبد الله الهوا. الفريق القنيطري الذي كان منظم الصفوف لم يركن للدفاع، وكانت محاولته برغم ندرتها تحمل الخطورة على مرمى منير المرابط. هنا أبرز محاولة لعمر صو. رد فعل الفريق المحلي لم يتأخر من ضربة خطأ سددها ابن مدينة القنيطرة المهدي بلطام بقوة أبعدها عبد الرحمن الحواصلي للزاوية، وحملت محاولة اللاعب السابق للمنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة بلال أصوفي خطورة واضحة على مرمى الحارس البركاني، إلا أن كرته مرت محادية للقائم الأيسر عبد الرحمن الحواصلي فريقه من هدف محقق بعد أن تصدى لتسديدتي كل من العرب الناجي ووسام البركة في مناسبتين متتاليتين أمام استغراب كبير للمدرب يوسف المريني. ولأن السيطرة لا تعني حتما الفوز، كان ضغط الفريق المحلي دون فاعلية في الشوط الثاني أمام دفاع متفرد بلال أصوفي نفسه مصدر خطورة على دفاع الفريق المحلي في أكثر من مناسبة. المدرب يوسف المريني ولزيادة الفاعلية الهجومية لفريقه أجرى عدة تغييرات كادت أن تعطي أكلها بواسطة كل من الزريفي في الدقيقة 85 وعثمان بناي والمباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.